نبدأ الآن بالجزء الثاني من المادة. زي ما حكينا communication system مقسمة إلى قسمين، الجانب الأنالوج والجزء الثاني اللي هو الجانب الديجيتال. فالآن نبدأ بالجانب الثاني الديجيتال. هلا بشكل عام في عندي ممكن احنا نقسم كمان إلى ثلاث أقسام، يعني أنالوج ديجيتال، في وسط بينهم اللي هو بلس. أحيانا بعض الكتب بيحكوا إنه البلس هو نفسه الديجيتال، أوكي، بس هو بشكل عام في عندي فرق بسيط ما بين البلس والديجيتال. اوكي، هلا نبدا احنا كبلس موديليشن. بلس موديليشن يعني احنا راح نرسل الباس باند سيجنال على شكل بلس نبضه عبر التشانل، عبر ترانسميشن تشانل. هلا في هذا الشابتر راح نغطي المواضيع التاليه. اول شيء اللي هو المبدا والاساس، والاساس في تحويل اي اشاره من انالوج الى ديجيتال سامبلينج. سامبلينج معناها اخذ العينات. هلا المطلوب احنا ناخذ عينات من هاي الاشاره بحيث انها تغطي الاشاره كامل بفترات زمنيه محدده بتم تحديدها حسب بعض القوانين، فور اكزامبل نايكوست ريت سامبلينج ثيوري او اللي هو الشانون ثيوري. فهذه الامور يجب ان ناخذها بعين الاعتبار حتى احنا نقلل او نلغي الانترفيرنسز بين السيجنالز. هلا الديس ادفانتجز كانت موجوده بالانالوج زي ما شفنا بالمحاضرات السابقة، هو النويز. اوكي، النويز عالي. اوكي، بالتالي ممكن احنا نتحكم بالنويز في بعض انواع التعديل، في بعض انواع الموديوليشن فور اكزامبل اف ام ممكن احنا نقلل النويز، لكن في الام زي ما شفنا النويز عالي، وبالتالي سيجنال تو نويز ريشيو كانت مشكلة اللي هي موجودة في الانالوج موديوليشن بشكل عام. فالسامبلينج هي احد انواع، احد types of pulse modulation. ناخذ عينات، هلا هذه العينات ناخذها بفتره زمنيه سميناها تي اس sampling. هلا تي اس راح تكون periodic بشكل متكرر، يعني من السيجنال نفسها. اوكي، الان النوع الثاني بلس امبليتيود modulation. الان ندخل باكثر تفصيل البلس امبليتيود modulation. في عندي شيء اسمه بلس امبليتيود موديليشن اللي هي بتختصرها بام، بي اي ام، بلس امبليتيود. بمعنى اخر انه عندي راح يكون في بلس، البلس هذه ريكتانجولر، ممكن الان يتحكم في الامبليتيود فقط، في الامبليتيود حسب اللي هو الباس باند سيجنال، حسب الموديليتنج سيجنال بالضبط، حسب الباس باند سيجنال. الان راح يكون الان التغيير في الامبليتيود فقط مع بقاء الفيز والفريكوانسي كونستانت. اوكي، هذا يسمى البام. هلا اي اول مرحله من تحويل من انالوج الى ديجيتال يجب انه نحول لبام، وبالتالي البام موجود في اي نوع من انواع الموديليشن اللي هو ديجيتال موديليشن. اوكي، فالمرحله الاولى هي طبعا السامبلينج والبام يعني في كورليتد بينهم، بالتالي البلس موديليشن او البلس امبليتود موديليشن هو ابسط انواع البلس موديوليشن، وبالتالي بيتم توليده بشكل سهل جدا، وايضا ممكن احنا نسترجعه بايضا باستخدام فقط لو باس فلتر نسترجع البام ايضا. اوكي، بلس امبليتيود موديوليشن. هلا البام في مشاكله كثير، اللي هو بما انه امبليتيود من اسمه بلس امبليتيود موديوليشن. الامبليتيود زي ما شفنا لو بدنا نقارن البام، راح نقارن الان كل نوع من الموديوليشن ديجيتال موديوليشن او البلس موديوليشن مع الانالوج موديليشن. اوكي، هلا نقارن البام، اقرب شيء للبام الانالوج اي ام امبليتيود موديليشن، مش هيك اسمه؟ وهذا بلس امبليتيود موديليشن، لكن احنا بنحكي البلس اصبحت الان الباس باند سيجنال شكلها بلس. اوكي، وبالتالي البام والاي ام تقريبا نفس المشكله. المشكله الاساسيه هي انه الامبليتيود بيتغير، وبالتالي زي ما شفنا تأثير النويز عالي. اوكي، بالتالي البام راح يتم تحويله لأنواع أخرى من الموديوليشن. اوكي، فالبام ما في أي ترانسميتر فقط بيشتغل البام مباشر، لا، نحوله لأنواع أخرى. لكن حتى إحنا نعمل موديوليشن أو جينيريشن للبلس موديوليشن بشكل عام، أول خطوة يجب إنه نعمل البام. اوكي، بالتالي بيتم تحويله لأنواع أخرى. السبب اللي هو مشكلته إنه حساس جدا للنويز اللي هو الضجيج، بالتالي هذا مرحلة انتقالية، لكن وجوده مهم جدا حتى احنا نقلل الانترفيرنسز
ما بين channels أو users إذا نحكي عن users حتى نقلل بينهم. بالتالي منطبق البام هو تطبيق عملي للسامبلينج ثيوري اللي هي نظرية أخذ العينات للتي أس أوكي أو السامبلينج ثيوري أوكي. المرحلة اللي بعدها الكوانتايزيشن. هلا الكوانتايزيشن اللي هو مقصود بها إنه التكميم. التكميم بمعنى إنه نعطي كل قيمة للإشارة أو نقربها لأقرب مستوى. هلا المستويات ستاندرد بيتم الآن ستاندرد يعني قيمتها عالمية في بيتم إعطائها من قبل CCITT أو هيئة الاتصالات العالمية أوكي باختصار. هلا هون الكوانتايزيشن بيتم من ناحية عملية. أهم شيء أهم قيمة يجب إنه نكون عارفينها signal to noise ratio بحيث إنه تكون signal to noise ratio مقبولة. signal to noise ratio لأي جهاز بيتم حسابها أوكي بناء على القيم العملية زي ما شفنا إحنا حسبنا signal to noise ratio بعد الرسيفر أوكي بعد الرسيفر وبالتالي بيعتمد على الكومبوننتس الموجودة. الآن من ناحية عملية في الكوميونيكيشنز في الاتصالات signal to noise ratio مقبولة عند number of quantization levels اللي هو 256 مستوى. يعني بدي أرسل voice signal يجب أنه أكممها بعدد معين من المستويات. العدد المستويات هو من ناحية عملية 256 مستوى أوكي. هلا الآن نأخذ samples من هاي بشكل arbitrary عشوائي من الباسباند signal راح يتقع إلى القيمة الحقيقية بيكون الأكيورسي أكثر كل ما وقعت هذه السامبل أقرب للمستوى بتقرب بتكون الإيرور أو الأكيورسي عالي أو الإيرور قليل بالتالي كل ما زاد الكوانتايزيشن ليفل أوكي. فالكوانتايزيشن ليفل أيضا مربوط مع السامبلينج أوكي. ما في أي كوانتايزيشن بدون سامبلينج أوكي. وبالتالي في ستيبس حتى نحول من أنالوج إلى ديجيتال. في عنا النوع الآن تطبيق النهائي بعد ما إحنا نعمل سامبلينج بعد ما إحنا نعمل quantization. طبعا في encoding حكى عنه بشابتر بسكشن بعده بس هي المفروض يكون ترتيب linear prediction هذا قبل. لكن الملخص PCM وهو المستخدم في الcommunication pulse code modulation. pulse code modulation اللي هو PCM نختصره. طبعا PCM هو standard transmission. الآن معظم دول العالم تستخدم PCM pulse code modulation ملخص اللي هي باستثناء طبعا أمريكا والأمريكا واليابان تقريبا بيستخدموا الدلتا موديوليشن. إذا دول أوروبا والدول العربية التابعة دائما الأغلب مع الدول الأوروبية فتستخدم PCM أوكي. فالبلس كود موديوليشن هو تطبيق عملي لأحد أنواع الموديوليشن أوكي هي بلس موديوليشن. PCM أو البلس كود موديوليشن أيضا رح ناخذها بالتفصيل باختصار. PCM هذا البلس كود موديوليشن بمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى باند ليميتد فريكوانسي بنحدد الفريكوانسي اللي هو الباند ليميتد فريكوانسي يعني اليوزر أوكي. بدنا نحكي عن هلا PCM يستخدم للفويس سيجنالز أوكي الفويس وبالتالي الباند ليميتد فريكوانسي للفويس معروفة ماكسيمم 4 كيلو هرتز أوكي. المرحلة الثانية هي مرحلة السامبلينج ناخذ عينات مش بشكل عشوائي طبعا حسب نظريه معينه رح نحكيها باختصار نظريه نايكوست هي ناخذ عينات اللي هي العينات نظريه اخذ العينات اف اس خلينا نسمي الرمز هو يساوي 2 اف ام اللي هو ماكسيمم فريكوانسي الاف ام مقصود بها ماكسيمم كومبوننتس في السينال او اللي هي في الباس باند سينال مضروبه في 2 اوكي يعني ضعف اشاره الباس باند سينال وهي اقل ليفل عند هاي القيمه أقل قيمة حتى يكون في عندي حتى نلغي الألايسينج أو الانترفيرنسز أوكي. القيمة الأكبر فور إكزام FS أكبر من 2FM تسمى السامبلينج ثيوري أوكي. وبالتالي في شروط الآن بالتالي أنا بدي أرسل سيجنال بدي أحمل سيجنال فور إكزام 2 سيجنالز على نفس الشانل الأول اليوزر الأول على أقل قيمة. إذا نفترض أنه اليوزر الأول 4 كيلو فالسامبلينج فريكوانسي 8 كيلو هرتز الثاني 8 كيلو هرتز. هلا لو كان عندي طبعا ال 8 كيلو هرتز هي المينيمم فاليو اقل من هاي القيمه بصير تداخل اذا كان في عندي اكثر من يوزر. فهذه النظريه هي نظريه نايكوست هي الاساس في الديجيتال او الانالوج موديوليشنز.
اوكي ايضا رح نحكي عنها بالتفصيل. هلا اذا في عندي تايم ديفيجن مالتيبلكسينج، هي ايضا عندي اذا انا بدي ارسل اكثر من يوزر، اكثر من مشترك على نفس الشانل، بلزم نستخدم التايم ديفيجن مالتيبلكسينج. هو تطبيق عملي للديجيتال ميديوليشن، فالان نسميها احنا تايم ديفيجن مالتيبلكسينج، هي عمليه مشاركه لاكثر من يوزر على نفس شانل. وعندي ايضا نظامين، النظام العالمي الاول اللي هو امريكا بيستخدم 24، كل 24 يوزر بحملوا على نفس الشانل، وبالتالي اليوزر معروف الباند ويث له، نضربهم 24 في القيمه. في النظام الاوروبي الثاني 32 مضروب في نفس الشيء 8 كيلو هرتز، نفترض اثنين هم ينطبقوا عليهم نفس نايك وستريت، سواء اليوزر في امريكا ولا اوروبا نفس الشيء، ولكن الفرق في عدد اليوزرز في الشانل. اوكي، بالتالي تطبيق عملي تايم ديفيجن مالتيبلكسينج، هاي التكنيكس لا يمكن استخدامها في الانالوج موديليشن، لذلك هذه كلها مزايا للديجيتال موديليشن. اوكي، النقطة اللي بعدها ديجيتال مالتيبلكسر. طب احنا انتقلنا انه التايم ديفيجن هو ديجيتال، هلا بعد ديجيتال الان بدنا نعمل مالتيبلكسينج. الهدف من ديجيتال مالتيبلكسينج احنا نزيد من البيت ريت، زيادة في البيت ريت من اللو ستريم قطاعات الاقل بيت ريت الى الهاي ستريم. اوكي، فيستخدم ديجيتال مالتيبلكسينج. ايضا راح نشوف اذر فورم، اذر فورم اللي مستخدم في مناطق اخرى، كمثال الدلتا موديوليشن. دلتا موديوليشن هو مش مستخدم عندنا زي ما حكينا، وايضا الديفرنشال بالس كود موديوليشن. ديفرنشال بالس كود موديوليشن يعتمد على البي سي ام ولكن اسمه ديفرنشال. كمان ايضا في انواع اخرى ادابتيف دلتا موديوليشن، كمان في ادابتيف يعني معدل. اوكي، انواع كلها يعني الاساس فيها زي ما حكينا هو البي سي ام، والباقي كلها تحسين. ايش الفرق الاساسي بين هاي الانواع الموديليشن؟ نحكي عن البي سي ام، نحكي عن دلتا او ادابتيف او ديفرنشال. الفرق الاساسي بالسامبلينج فريكوانسي، سامبلينج فريكوانسي يعني كلهم ينطبق عليهم ابليكابيلا نايكوستريت، لكن قيمه الاف اس تختلف. اوكي، هلا كل ما زادت من ناحيه نظريه، كل ما زاد السامبل فريكوانسي كل ما قل الايرور. اوكي، كل ما زاد سامبل فريكوانسي، بالتالي انا بدي ارسل بيانات بمقدار 8 كيلو هرتز لكل يوزر، وعندي مضروبه في 8 بت. ليش 8 بت؟ ان 8 لانه احنا عدد المستويات حددناها 256 العمليه. اوكي، هاي اقل قيمه مقبول للسيجنال تو نويز ريشيو، وبالتالي نضرب 8 بت مضروبه في 8 كيلو هرتز تطلع السرعه. اوكي، اللي هي 64 كيلو بت بير سكند، 64 كيلو هرتز. هلا اذا كل يوزر بده 64 كيلو هرتز. اوكي، هلا لو زدنا بدل 64 128، يعني لسه ضربنا كمان الاف اس باثنين، هذا افضل، زدنا له السرعه، لكن على زين على حساب الباندويث. اوكي، زدنا السرعه حساب الباندويث. لذلك في عندي طرق بديله. اوكي، الفرق بينهم زي ما حكينا بالادابتيف او البي سي ام او هذا اللي هو نستخدم ديجيتال مالتيبلكسينج. فالديجيتال مالتيبلكسينج نستخدم انه نزيد البيت ريت بدون ما احنا بدون ما نزيد الباندويث اللي هو الكوست يعني التكاليف. اوكي، هاي الفرق الاساسي. الموضوع الاخير راح يكون على الام بي اي جي اوديو كودينج ستاندرد، ورح نتعامل او نتعرف على بعض انواع الكودينج. اوكي، اللي هم مشهوره بالكوميونيكيشنز، كمثال اللي بنعرفه حتى الان اللي هو الاون اوف الكودينج 1-0، تمثيله انه في سيجنال او شورت سيركت، زيرو يعني شورت سيركت ما في سيجنال 1-0، هذا التمثيل اللي انتم بتعرفوا. طبعا مش هو التمثيل الوحيد، في انواع كثيره من الانكودر او الكودينج رح نتعرف عليهم. طبعا الفرق الرئيسي بينهم في البيت ريت والباندويث، يعني قبل ما احنا نعرف البيت ريت اللي هو تاو، خلينا نحكي تاو هي زمن النبضة، زمنها. اوكي، زمن النبضة. هلا النظام العالمي انه عادة النظام العالمي اللي هي نص 50% في بلس 50% زيرو شيرت سيركت، هذا نظام، هذا نظام مش طبعا ستاندر. في نظام اخر 60 الى 40%
شو يعني 60% في بلس و 40% شورت. هذا النظام الفرنسي. في أنظمة أخرى 70% 30% وهكذا. شو الهدف من التغيير؟ أوكي. هلا كل ما زاد البلس ويث، إحنا طبعا الهدف منه التغير، الهدف من التغيير في البلس ويث نتحكم، تحكم بشكل عام، نتحكم بالسيجنال الأوتبوت سيجنال، نتحكم بدنا نغير درجة الحرارة، فممكن نغير عن طريق تاو غي البلس ويث، بدنا نغير في الضغط أرض التاو، بدنا نغير في سرعة كمثال في الكنترول بالتحكم ماتور بصير على سرعة معينة 1500 ريفوليوشن بير مينتس، بدنا نزيد السرعة بنغير في التاو. كيف التاو هاي الهدف منها في الكوميونيكيشن، وهي مستخدمة بالكنترول وأنواع أخرى. بالتالي الآن تاو قد زي ما حكينا تزيد أو تقل، نحسب منها إيش اسمه ديوتي سايكل اللي هي تاو على تي، تاو اللي هي عرض النبضة فقط على تي الكلية مجموعهم. هلا الديوتي سايكل هذه تغييرها بتغير زي ما حكينا في البراميترز درجة الحرارة الضغط سرعة الموتور وهكذا. هلا في الآن مين أفضل نزيد ولا نقلل، رح نشوف طبعا كل في معادلات تاو على تي إلها علاقات أيضا بتأثر على عدد اليوزرز، تحدد ككوميونيكيشن إحنا نحكي تحدد عدد اليوزر. أوكي أوكي. هلا نبدأ بموضوع السامبلينج بروسيس أو اللي هي نظرية أخذ العينات. هلا زي ما حكينا نفترض إنه في عندي جي أوف تي، عندي سيجنال أربيتري شيب للسيجنال، أنا نسميها جي أوف تي. هلا الفكرة الأساسية بدنا نحول من أي أنالوج سيجنال إلى ديجيتال سيجنال. ما في إشي اسمه ديجيتال 100%، يعني ما بيعطينا اللي إحنا بنحكيه فويس شو نوعه أنالوج، الفيديو أنالوج، إذا الأشكال السيجنال أنالوج. أوكي. بالتالي أنا بدي أحول حتى أتعامل مع الديجيتال، والديجيتال كله أدفانتجز طبعا. أوكي. أدفانتجز كثيرة، اللي هي أقل يعني أهم شيء النويز والبيتيرور ريت أقل، نسبة الخطأ أو السيجنال تونيزيشن له أعلى، كله إيجابيات باختصار. فبالتالي إحنا بدنا نستخدم التكنيكس حتى نحول من أنالوج إلى ديجيتال، وبعدها في جهة الاستقبال بنرجعهم من ديجيتال لأنالوج. هاي ايضا الى اجابات كثيره خصوصا في البروسيسنج، يعني نعمل البروسيسنج في الديجيتال اسهل الديجيتال كوميونيكيشن بشكل عام. بالتالي الان نفترض انه عندي الانالوج سيجنال او الكونتينوس سيجنال او الاربيتري سيجنال. اول شيء هو طبعا تكون السيجنال يونيفورم. بما انه السيجنال يونيفورم اذا يجب انه يكون اخذ العينات ايضا يونيفورم. اوكي مش عشوائي، يعني اذا بدي اخذ خلينا نسميها تي اس، اوكي تي اس سكند تي اس ناخذها الان في فترات زمنيه منتظمه. اوكي يعني ما بين العينه الاولى على سبيل المثال العينه الثانيه في تي اس، الثانيه والثالثه ايضا تي اس وهكذا. اوكي بالتالي هذا النظريه تتم. هلا اذا احنا عرفنا تي اس اوكي نوجد منها سواء حكينا بالتايم انترفال او الفريكوانسي. اوكي فالاف اس هي عكسها تماما، واحد على تي اس. هلا انا احولها كماث، ممكن انا اكتب جي دلتا. اول خطوه حتى نحول بهمنا انه نعرف او نضربها ب سامبلينج، قيمه سامبلينج خلينا نسميها دلتا اوف تي، وهو فانكشن معروف في الكوميونيكيشن دلتا فانكشن او اللي هو ديراك فانكشن اللي هو دلتا. دلتا اوف تي هو عباره عن فانكشن او سيكونس الاحرى له قيمه عند الزيرو، يونت فاليو عند الزيرو. اوكي وبالتالي لو ضربته الان في جي اوف تي، اذا ضربناه في الفانكشن جي اوف تي راح يتحول الى ديسكريت فاليوز. اوكي لانه عندي ممكن نسميها ريكتانجولار. اوكي فانا عندي هذا الفانكشن تعريفه دلتا. اوكي دلتا بس في شرط انه يجب ان يكون هذا الشيفت ماينس ان تي اس. تي اس اهم شيء اختيار تي اس. اوكي حتى نقلل الايسنج. هلا تي اس احنا عرفناها، هنشوف كيف نوجدها بالتفصيل. هلا عرفنا الان جي، هلا هذا الاصل جي اوف تي. اوكي الاصل انه الكونتينوس او انستنتينوس. اوكي كونتينوس او انالوج بدنا نحولها الى ديجيتال اوسين. ان هو عدد صحيح، اوكي عدد سامبلز راح نسميه سامبلز نمبر. اوكي عدد صحيح مضروب في تي اس.
اللي هو ايضا احنا عرفناه. اوكي هلا دلتا اوف تي راح اعمل له شيفت، نعمل له شيفت، طبعا نعمل شيفت بمقدار اللي هي ان تي اس. اوكي الان اصبح عندي هذا اسمه جي دلتا اوف تي، اذا هو بما انه زي ما حكينا اصبح ديسكريت، اذا هو سميشن، سميشن بعد. هلا بن كشيب، اول شيء هذا جي اوف تي، هذا هو الفانكشن جي اوف تي، هذا اللي احنا بدنا نحوله او ناخذ نطبق عليه سامبلينج، سامبلينج ثيوري. اوكي فالان طبعا هون هذا الفانكشن رح نضرب، نعمل ملتيبليكيشن، رح نضرب هذا الفانكشن اللي هو جي اوف تي حسب المعادله قبل شويه مضروب في دلتا. هاي الان ضرب بالتايم دومين يسمى كونفوليوشن، وبالتالي يسمى في عندي راح يكون شيفت. اوكي ما بضرب جي اوف تي في دلتا اوف تي، لا جلت هيك تعريف جي اوف تي دلتا تي ماينس او العكس. اوكي نفس الشيء، بالتالي الان لو ضربناهم راح نسميه جي دلتا اوف تي. اوكي جي دلتا اوف تي هذا الشكل. لاحظ الان القاعده الاساسيه، هلا اللي بهمنا الاوتبوت جي دلتا اوف تي اللي هو الفانكشن. هلا في عندي مين حدد الامبليتيود، هي هذه تسمى امبلسز. اوكي اللي هو ام اوف تي، ام اوف تي الامبليتيود هذا هو الاصل انه يكون كله كونستانت مش هيك، يونيفورم واحد. اوكي او واحد بسميها ريكتانجل بسميها مش مشكله، لانه ريكتانجل له نفس الفلات قيمه. هلا بما انه هون الان راح يعمل له كاتنج هذا صح، وبالتالي شكل الامبليتيود شكله اللي بحدده الباس باند سيجنال او ام اوف تي. اوكي هذا لا يمكن تعين، اذا الفويس شكله اخر، الفويس فور اكزامبل هاي شكل الفويس تقريبا هذا الفويس. اوكي بالتالي الامبليتيود حسب الانبوت سيجنال الفويس. هلا المهم القيمه الثانيه اللي هي بالتايم دومين او الاكس اكسس هو تي اس. اوكي لاحظ الان تي اس هاي الفتره هي ايضا نفس الفتره هاي، نفس الفتره هاي، نفس الفتره هاي. اوكي اذا هذول الشرطين الاساسيات. هلا هذا الشرط الاول تي اس، والشرط الثاني اللي هو تحديد الامبليتيود مين بيحددها، الانالوج سيجنال او الباس باند سيجنال. اوكي هلا الان بدنا نتحول من التايم دومين للفريكوانسي دومين. اذا في عندي حسب تعريف فورير ترانسفورم بيرز تيبلز موجود، تحول من التايم دومين للفريكوانسي دومين، بدنا نستخدم اف تي فورير ترانسفورم. هلا فوري ترانسفورم جي دلتا اوف تي كبيرز، يعني عكس اذا ممكن نوجد من الفريكوانسي دومين نرجع للتايم دومين او من التايم دومين للفريكوانسي دومين. هلا هذا موجود تيبل فوري ترانسفورم تيبلز جي دلتا اوف تي اللي هي السميشن كانت جي في ان تي اس دلتا تي ماينس ان تي اس. اوكي هلا هذه تقابل بالفريكوانسي دومين اف اس سميشن جي كابيتال جي اللي هو فوري ترانسفورم، فوري ترانسفورم للجي اوف تي مضروب في هذا، عمل له شيفت ايضا، الشيفت بالتايم دومين يقابل الشيفت بالفريكوانسي دومين. بس الان لاحظ مكان تي اس في التايم دومين اصبحت اف اس. اوكي اف اس فريكوانسي هناك، ايش علاقه اف اس اللي هي واحد على تي اس، اذا بسهوله ننتقل من التايم الى الفريكوانسي دومين. اوكي هلا نيجي نعرف ايضا فورير ترانسفورم لاي فانكشن. هلا نفترض جي دلتا اوف اف ممكن احنا نكتبه بهذه الصيغه. اوكي هلا عباره عن جي ان تي اس مضروب في هذا ثابت، هذا تعريف فوري ترانسفورم اكسبوننشال ماينس، اكسبوننشال ماينس جي 2 باي ان اف تي اس. اوكي ان انتجر فاليوز. اذا الاهم شيء زي ما حكينا هي في الفانكشن تي اس ساملينج تايم انترفال. اوكي اذا عرفنا فوري ترانسفورم. لو بدنا العكس نفس القانون، لو بدي انا اوجد هذا، لو بدي اوجد هذا راح يكون العكس طبعا انتجريشن، وهذا راح يطلع الايميجينري بارت وجب، هذا اللي بسموه فوري ترانسفورم بيرز. اوكي هلا نرجع الان لتعريف الجي اوف تي هاز بروتي جي اوف اف، ما زلنا بنحكي عن باند ليميتد فريكوانسي، اذا اف ابسوليوت فاليو اكبر وتساوي دبليو، يعني اكبر من ماينس دبليو اصغر من دبليو اللي هو الباند ويث. اوكي للباس باند سيجنال وهي اللو باس فلتر. تي اس الان ممكن اكتبها 1 على 2 اف ام اللي هي 1 على 2 دبليو، دبليو هي نفس الاف ام الفريكوانسي في الباس باند سيجنال. اوكي هلا بدنا نعوض مكانهم. اوكي نرجع هو سميشن. اوكي سميشن نرجع لل هذا التعريف. اوكي سميشن الان بدنا نضع مكان
كل قيمة، أوكي؟ اللي هو تي اس. إذا وضعنا مكان تي اس 1 على 2 دبليو تصبح عندي جي ان على 2 دبليو اللي مكان تي اس، أيضا مكان هون تي اس بدلالة دبليو. هلا إذا إحنا بدنا نرسمه هذا أو بدنا نرسمه، نعوض قيم ان 0 ان 1 ان 2 ان 3 وبالتالي رح يطلع discrete values شيك ان digital numbers. أوكي، هلا أيضا ممكن أكتب جي دلتا أوف اف، أوكي، عبارة عن اف اس، أوكي، مضروب في جي اف. شو هو جي اف؟ هو الفورير ترانسفورم للفانكشن المعطية. أوكي، إذا rectangular رح يطلع for example sink، إذا ساين رح يطلع فانكشن آخر، وهكذا موجود جاهز فورير ترانسفورم، فيش داعي نوجد نعمل انتجريشن لهذا الفانكشن مضروب في الاكسبوننشال. أوكي، فورير ترانسفورم بيرز جاهز، بالتالي رح يطلع شكل زي هذا لأنه شفناه قبل شوي، هذا جزء منه شفناه اللي قبل شوي مباشرة اللي هو جلتا. فبالتالي إحنا بعد ما وجدنا جي دلتا أوف أف أف أس جي أوف أف اللي هو فورير ترانسفورم ما مضروب في هذا، لأنه هون شو عمل؟ هو عمل اكسباندينج للفورم، أوكي، شال قيمة عندما إن تساوي زيرو، اوكي، ان تساوي 0. هاي ان تساوي 0 قيمتها اف اس جي اوف اف، قد تكون دي سي فاليو، قد تكون مش دي سي، حتى الان بتعرفوا شو هو دي سي. دي سي عند التايم 0 اذا في قيمه يسمى دي سي. كيف ترى يفر عندنا 25 بلس 25 كوساين، وين الدي سي؟ 25 مالوش دخل كوساين، اوكي، فهذا هو الدي سي. اوكي، الان خلينا ناخذ شكل. اوكي، هلا الشكل اللي اخذناه هو بالتايم دومين تقريبا هذا اللي كان مرسوم ام اوف تي. اوكي، هلا بدنا الباور سبيكتر دنسيتي له اللي هو جي اوف اف اللي هو فوري ترانسفورم، يعني فوري ترانسفورم لام اوف تي لهذا الشكل، نفترض انه فاليد لهذا الشكل. الاغلب كل معظم الشكل حتى الان اخذناه هو هذا الشكل باور سبيكتر دنسي او فوري ترانسفورم هو نفسه. اوكي، فالفوري ترانسفورم للباس باند سيجنال ليميتد دبليو ماينس دبليو. اوكي، هلا اذا كان هذا جي اوف اف، طبعا هاي القيمه هي دي سي فاليو، اوكي، عند الزيرو اسمها جي اوف زيرو هي دي سي. اوكي، بالتالي الان بنوجدها احنا. الان اذا كان هذا جي اف معروف، اوكي، بدي اوجد فور اكزامبل جي دلتا اوف اف. اوكي، كيف بدنا نرسم السبيكترم فريكوانسي؟ الان كيف بدنا نرسمه؟ هذا موجود هو نفسه، فهو تكرر موجود هون، اوكي، هو نفسه بلس هذا في عندي. شو هذا معناه؟ هو عباره هو نفسه نفس الفانكشن بس بعمل له شيفت. اوكي، احيانا نرسم احنا نرسم هذا في الامتحان فور اكزامبل مش موجود هذا التيرم، دبل سايد باند سبريس كاريا مش موجود اللي هذا بالوسط. اوكي، هو فقط عباره نص اي سي دلتا اف ماينس اف سي بلس بلس الثاني بلس، ما في اللي هذا. اوكي، فاذا بكون في عندي قيمه هون هذا بكون موجود هو نفسه. هلا هذا هو نفسه جي اوف اف لكن معمول له شيفت بمقدار طبعا values، طبعا هذا الشفت اي مقدار مين؟ مش اف، اف اس اللي هي معطيه احنا وجدناها sampling frequency على اليمين وعلى اليسار. اوكي، بالتالي هذا دبليو اف اس، اذا هاي القيمه ايش اسمها؟ اف اس بلس دبليو، الثاني اف اس ماينس دبليو اللي هي نفسها دبليو كلها، الثالثه الهارمونيك الثاني خلينا نسميها او الباور سبيكتر الثاني اللي هي 2 اف اس وهكذا. اوكي، هذا كيف نرسم باور سبيكترا دنسيت اي سيجنال. اوكي، اهم شيء يكون معروفه هذه. اوكي، هلا لو افترضنا هذا الباور سبيكترا دنسيت وهي تم ارسالها في الشانل عبر الشانل في الريسيفر، الان شو بدنا نعمل؟ شو المطلوب؟ نستقبل الاشاره اللي احنا ارسلناها. شو الاشاره اللي تم ارسالها؟ لي هذه. كيف بدنا نستقبلها؟ كيف بدنا نحصل على هذه الاشاره؟ بدنا نستخدم لو باس فلتر. لو باس فلتر بس له شرط انه مواصفاته انه يجب ان يكون كات اوف فريكوانسي اللي هو كات اوف فريكوانسي شارب بحيث انها تكون تساوي دبليو. اوكي، بس هذا صعب تحقيقه من ناحيه عمليه، ما في اي جهاز الكترونيك سيركت او سويتش، كمثال على سويتش هو ترانزستور، ترانزستور هو سويتش يستخدم مش فقط للتكبير كترانزستور.
فصعب انه يعطينا قيمه انه سلوب يكون زيرو عند تي ايكوال زيرو، بالتالي في زمن بحاجه وبالتالي راح يكون بهبط. اوكي، وبالتالي يجب انه يكون نرسل الباس باند سيجنال سامبلينج فريكوانسي يجب يكون اكبر بقليل من السامبلينج، لانه من ناحيه نظريه لا يمكن تحقيق خصائص لو باس فلتر بحيث يكون شارب فلتر او سلوب له زيرو او قطو فريكوانسي له اف اس على 2 اف اس على 2. اوكي، اوكي، الجهتين ما بتفرق، سواء حكيت بالتايم دومين فريكوانسي، اوكي، هذا مقصود بها دي سي فاليو، اوكي؟ الجهتين. اوكي، يعني بشكل عام أي قيمة سواء الفريكوانسي أو التايم عند الزيرو هو يعتبر دي سي فاليو، اوكي؟ هلا إذا في عندي حتى نطبق السامبلينج ثيوري في عندي تو كونديشنز، الشرط الأول جي أوف إف لو سبيكترم فريكوانسي بنحكي بالفريكوانسي دوين ايكوال زيرو وين اكبر من اللي رسمناها قبل شوي، هذا اصلا فاليد، اذا اف اكبر من هاي القيمه زيرو، هاي اقل منها زيرو. طبعا مين اللي بحدد هذه القيمه في الترانسميتر؟ مين بحدد دبليو ماينس دبليو؟ اوكي، ممكن يكون الباس لو باس فلتر، لو باس فلتر، فاول مرحله اول مرحله حتى نعمل فلتر unwanted frequencies الترددات اللي بدناش اياهم، الترددات الثانيه يمكن نعتبرها النويز اوكي او الضجيج، دخلوا على باس فلتر له مواصفات قطع دبليو ماينس دبليو او اللي هو مثلا اف ام ماينس اف ام، اوكي، بالتالي الفلتر لو باس فلتر حكينا انه يسمى انتي الايسنج فلتر، انتي الايسنج فلتر نفسه، اوكي. الثاني الشرط الثاني اف اس تساوي 2 دبليو، هاي حكينا ايكوستريت، اوكي، هذا الشرط الثاني. هلا نرجع في عندي equation موجودة 3-5 منها J of F ممكن نكتبها بهذه الفورم 1 على 2 W G دلتا of F، شو ها من وين اجت؟ اللي هو نايكو ستريت 1 على 2 W، اوكي، عوضنا مكانها G of F هي علاقتها مع نفس الشيء. هلا اذا عوضنا طبعا الباندويث F ماينس اكبر او اصغر، اوكي. هلا نرجع لل G of F، المعادلة السابقة كانت مكتوبة بهذه المعادلة، هي نفسها فقط انه استبدلنا اف اس واحد اللي هي بالضبط 2 دبليو، اوكي؟ اذا اصبح عندي هذا التيرم لانه احنا عوضنا هذا الفاليو، اوكي؟ اذا هذه هي عبارة عن جي اوف اف، هاي هي الباور سبيكتر دنسيتي او الفوريير ترانسفورم لام اوف تي، سوري جي اوف تي، اوكي؟ جي اوف تي، تمام. هلا لو بدنا احنا نرجع العكس، نروح على جهه الريسيفر، نروح على جهه الريسيفر الان، ايش بصير؟ بدي اوجد جي اوف تي، اوكي؟ انا اوجد جي اوف تي، الجي اوف تي هي انتجريشن، اوكي؟ انتجريشن جي اوف اف اكسبوننشال ماينس راحت لانه عندي هذا تعريف هو انفرس فوري ترانسفورم. انفرس فوري ترانسفورم عكسه تماما، اذا بنوجد منه جي اوف تي، اذا جي اوف تي بنوجدها بهذه الطريقه. تمام؟ هلا بعدها جي اوف اف معروف اذا نحكي عن ريسيفر، اوكي، جي اوف اف بالفريكونسي دومين، عوضنا مكان هذا الفانكشن كله، عوضناها، اوكي، هذا كله التيرم هو جي اوف اف مضروب بالاكسبوننشال جي 2 باي اف تي انتجريشن وذ ريسبكت تو ذا فريكونسي. هلا في عندي انترشانجينج ذا اوردر اوف سميشن اند انتجريشن، بدنا نبدل. الان التبديل السبب في يعني سبب للتبديل انه في ممكن فورما جاهزه تكون لها قيمه معروفه، اوكي، هي معناها. فعملنا انترشينجينج، غيرنا الان الحدود، اصبح خلينا نحكي عن هذا التير كله. هلا الان واحد كانت على 2 دبليو خارج السميشن، دخلناها داخل السميشن مش مشكله. واحد على 2 دبليو ماينس دبليو لدبليو لانه حطينا الليميتس اللي هي ماينس دبليو لدبليو مضروبه في هذا. الان 2 وين اجت هذه التي ماينس 2؟ لانه في 2 اكسبوننشال ضربناهم في بعض، الضرب تصبح جمع وفي اشاره ماينس، اوكي، فطلعت هذا التير موجود، اوكي، هذا كله حطيناه داخل انتجريشن. الان سميشن موجود، هذا الجي اوف موجوده. هلا هون هذا التيرم على الاغلب بنروح على كالكولاس
نروح على تيبلز موجود له انتجريشن لهذا التيرم موجود اوكي موجود جاهز اوكي هذا يساوي سينك اختصار هو ساين بعد ما نعمل انتجريشن لهذا الانتجرا هيطلع عندنا ساين 2 باي دبليو تي ماينس ان باي على 2 باي دبليو تي ماينس ان باي يعني البسط اللي داخل الزاويه هو نفسه اللي على المقام هلا ساين اكس على اكس هو سينك اوكي هذا ما زال نفس التيرم عوضنا اصبح عندي سينك اوكي سينك فانكشن الانتجريشن تاع سوري السميشن ناقص انفينيتي لانفينيتي بالتالي اصبح عندي النتيجه جي اوف تي جي اوف تي هو عباره عن جي اوف ان على 2 دبليو مضروب في سينك فانكشن هلا الجي اوف اف هلا هون سبيكترم اوف سيجنال لو اخذنا جي اوف اف شكل تاني هلا هذا الشكل مور براكتيكال هذا للفويس وللفيديو اوكي للفويس للفيديو نفس اوكي يختلف عن الاول هذا الاول هذا الثاني اوكي الان نفترض عندي السامبلينج بروسيس اللي عملناها هنا فيها مشكله ما اخذنا اف اس تساوي او اكبر من 2 اف ام شو راح يصير بالسيجنال اوكي زي ما احنا شايفين هلا هاي عند الباس باند سيجنال الباور سبيكترال دنسيتي لها اوكي عند اف اس بعدها اف اس 2 اف اس وهكذا هلا ما في عندي خلينا نحكي جارد باند او منطقه حمايه بينهم فاصبح عندي تداخل اوكي هذه الحاله موجوده اذا لم يتم استخدام نايكوست ريت على الاقل او السامبلينج ثيوري اوكي فهذه تسبب الايسنج بالتالي سببه عند هاي القيمة في تقاطع نعرف ايش هي الإشارة لهذه القيمة أو لهذه القيمة نعرف ايش مين كمثال إذا بنحكي عن محطة إذا محطتين نفس الفريكوانسي ببعتوا برودكاستنج على نفس الفريكوانسي راح يصبح عندي تداخل أوكي ممكن محطة الأقوى باور هي اللي بنسمعها الأقوى باور هي اللي بنسمعها بشكل عام أوكي بالتالي هذا تداخل موجود إذا كان عندي سامبلينج ثيوري تم عمل فيوليشن لها او مش صحيحه الوضع الطبيعي انه احنا زي ما حكينا نشتغل على الاف اس اوكي هلا اف اس هي نفس السيجنال اخذناها الان في هذا الوضع الطبيعي واللي هو براكتيكال هذا انه في عندي اف اس لسه اكبر من 2 اف ام او 2 دبليو فراح يطلع عندي الباور سبيكترال دنسيتي هذا جي اوف اف احنا شو عملنا هون فقط رسمنا اللي هو جي دلتا اوف اف اوكي رسمنا جي دلتا اوف اف جي دلتا اوف اف هو عبارة عن الباور سبيكترال دنسيتي للباس باند سيجنال مضروب في شيفت في دلتا اوكي فبالتالي بنعمل شيفت مقدار الشيفت بيعتمد على اف اس اوكي اذا الاف اس هون واضح انه اكبر من 2 اف ام لو كان يساوي بالضبط كان الحالة اللي قبلها مباشرة على نفس النقاط اوكي على الزيرو كروسينج بوينتس بالتالي هذا عندي هذا المنطق العملي اوكي هلا اذا باختصار لو رحنا على جهه الريسيفر وبدي اعمل ريكونستراكشن ريكفري لهذه السيجنال استخدم فلتر لو باس فلتر باي مهم لاحظ الان هذه كتب يعني تو كيسز ايش معناها هلا هون دبليو ماينس دبليو هذا لو رسمناه هو يعتبر الايديال او الشارب لو باس فلتر زي ما حكينا لا يمكن تحقيقه من ناحية حملية وتاريج بيكون ايش في عندي سلوب اوكي هلا مقدار سلوب اللي هي قيمته اف اس ماينس دبليو اوكي يعني مقدار سلوب راح يكون اف اس ماينس دبليو ماينس اف اس بلس يعني في عندي كمان تايم اوكي يعني السلوب اكبر من زيرو هاي الحالة الاولى او الكيس الاول اوكي معناته نتوقف لهون ان شاء الله المرة القادمة راح نحكي عن البلس امبليتيود موديليشن